من هاي الكابوط ندير شي حركه ندير الجري. واش كل مكان يعرفك شباب سليم ترى عندنا مشاهدينا مشاهدين قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مباشرة من مدينة خريبكة وبالضبط مع بطل المغرب في ألعاب القوى عبد السلام الإدريسي اللي دوز أيام جميلة كما غادي يحكي علينا ودرب مع أبطال كبار وكما قال لينا درب مع حسنة بن حسي والزوج ديالها وجرى مع القروج وربح خو القروج ودوز ايام جميله والان هو الان في مدينه خريبكة كيعيش ظروف صعبه ظروف تهميش وكيطالب انه بغى حتى هو يرجع للميدان ديال الالعاب القوى ويساعد الاطفال الصغار باش ينميو المهاره ديالهم وكما قال لي انا بغيت نعاون البلاد ونحاول نحقق داك الشيء اللي ما قدرتش انا نحققه مع الوليدات الصغار وشارك في مسابقات كبرى وفي المغرب ولكن للاسف الان كيعيش ظروف صعبه ظروف التهميش ولا مبالاه. بارطاجيو مشاهدينا طلعوا 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 باش نخليكم مع عبد السلام الادريسي ويشرح لنا شنو كان كيدير في العاب القوى وشحال دواز وشحال عاش وشنو شاف. طلعوا خوتي طلعوا 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 بارطاجيو بارطاجيو باش نخليكم مع عبد السلام اللي كان بطل المغرب في العاب القوى وشارك في عده مسابقات وفاز بعده ميداليات. بارطاجيو خوتي بارطاجيو 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 باش نخليكم مع عبد السلام اللي باغي يوصل واحد الرساله مهمه للناس اللي كيشرفوا على رياضه العاب القوى في المغرب وبغى يقول لهم انهم ما يهمشوش الشباب. طلعوا 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 خوتي طلعوا 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 باش نتواصلوا مع عبد السلام وتسمعوا القصه ديالو صراحه المؤثره والحزينه. طلعوا خوتي باش نخليكم مع عبد السلام مع بطل المغرب في العاب القوى اللي هو واحد النموذج من بزاف ديال الناس اللي كيعيشوا تهميش ولا مبالاه ونعرفوا القصه ديالو ونعيشوا الاحداث اللي عاشها في هذه الرياضه هذه. طلعوا خوتي طلعوا 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 بارطاجيو بارطاجيو باش نخليكم على القصه ديالو بارطاجيو. كما كتشوفوا حنا الان معاه وغادي يتواصل معنا وبغى يوصل الرساله ديالو والقصه ديالو. بارطاجيو خوتي بارطاجيو بارطاجيو باش نخليكم على القصه ديالو بارطاجيو باش تسمعوا هذه القصه المؤثره ديال عبد السلام الادريسي اللي كما قال لنا انه درب مع بزاف ديال الابطال المغاربه منهم حسن بن حسي رباب العرافي بنت مدينه خريبكة اخوات ابتسام. اذا السي عبد السلام السلام عليكم. وعليكم السلام. كيما الصحه مزيان؟ لاباس الحمد لله اخويا. ممكن تعاودينا على البدايات ديالك في الميدان ديال الالعاب القوى كيفاش بديتي مناش بديتي؟ أقول أنه أخي السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بديت ألعاب القوى شوية ماشي مبكر ماشي ولكن اش غنقول لكم لكل قساوة حلاوة. فاش جريت جيت أنا جيت ديريكت لعند واحد العمي في تمارة اش غنقول لكم ديت تنجري قلت غنريح شويه عجبني العاصمه الرباط عجبني وملي ما تعاملش معايا ما تعاملش معايا ما لا ولا لولا ما تعاملوش معايا وبقيت انسجمت في الرباط مع الاصدقاء اللي زارت لي تنتريني معاهم وليت ساكنه مع الاصدقاء مشيت كريت واحد الدار جا واحد الخاو واحد الخويا جا حتى هو دار واحد الكوميرس ديال تساكادو ديال الكوميرس ديال داكشي ديال الجال وهادي والريحه كرينا واحد المويحير واحد البويت وليت ساكن معاه
زعما ارتاحيت الصراحه ارتاحيت. كتريني وكتريح. تنتريني وتن تنخدم و... وتنتريني وتنريح. مع من سنيتي ديك الساعه؟ سنيت مع الكوكب نادي كوكب مراكشي. كان عندهم شي فرع تما؟ عندهم فرع في الرباط. وزاد تعجبني ملي اشنو قال لي عجبني انايا عجبني داك لامبيونس اللي كاين في تماك وعجبتني العاب القيوه وليت عزيزه وعزازت عليا واش غنقول لكم كنت تريني تندخل حتى في التدريب ما بعد العداءات منهم تنقدر الشكر لحسن بن حسي واللي هو الزوج ديالها الصديق ديالي السميه ديالو ما مداد يمشات وجريت مع دراري مع بحال شملال بحال خو هشام فتحي قروج خو هشام القروج وتنحييو سي هشام القروج من هذا المنبر انسان طيب انسان فاعل الخير. تريني جريتي مع خو؟ جريت مع خو في العدو الريفي ربحت انايا دخلت من سته الاوائل ولكن شكون لا يد وحده لا تصفق شكون اللي غادي يجرك ويديك مثلا يديك على ربما على الوطيل تاخذها شويه الشمس وشويه الفيتامينات وهادي ما داكشي وبقيت مستمر في الجري جا سباق في حي النهضه لعبت مع الكادر ربحت الجونيور عطاوني شي بركه زاد داز المده كان سباق في كان طيست في سلاف معد مولاي رشيد اللي كان حاضر له السي عزيز دوده ونزهه بدوان وربما السي عزيز دوده راه غادي يتذكر راه دخل راه بقى جار 3000 كامل على ظهري حتى الاخر ما طاف دخل الدوزيام وانا قاعد تنضيع الفقر وجري مشى وكل شيء مشى فقر والتهميش وفي هذا كوا خوكم عبد السلام الادريسي وعزيز علي انا البلاد والرايه المغربيه حيت انا مثل الحماق ملي تنسمع شي عداء تجري ولا شي عداء بحال البطل المقتدر هشام القروج وبحال سميت بحال كيما نزهه بدوان انا تنحييها تا هي من هذا المنبر ضربت انا كنت تنتريني تماك صغير تندير شويه ديال وهي تضرب تا هي في الميسكيلاسي لان عداء قويه وعطات الشيء الاكاتير متى الحسن بن حسي وكاينه تا عداءات دازوا بحال ابتسام الخوات ابتسام واش غنقول لكم دوزت لحظات جميله انا في الرباط بزاف انا لاحظت عشت لحظات جميله والغبره كامله المده اللي غبرت رجعت للبلد ديالي الام مشيتي برا ياك عشت برا اها وعلاش ما كملتيش المسيره ديالك تماك الرياضيه تماك كنت نسحب انا اوروبا غادي يتحقق لي الحلم في يدي ديالي ولكن ما تحققش باذن الله ما تحققش داكشي ما تحققش واش غنقول لكم تكرفاس تم شويه ما عطاتنيش هذه رجعت للبلاد هنايا الام الحضن الام وكملت شويه المسيره ديالي بالجري وداكشي ما تاني لقيت صعوبات في التنقل لقيت صعوبات في التغذيه لقيت صعوبات في بزاف لان الرياضي خاصك تعيش معاه الواقع ولا عطيتيه يعطيك ما خاصكش هو علاش ما ناسيكش الرياضي باش تيجري بالقميص الوطني ديال هو راه الرياضي راه هو السفير ديال كلشي هو السفير ديال البلاد دابا هذا هو المشاكل اللي كيعانيو منه اغلب الرياضيين علاش ما بقناش كنتوفقوا خاصه في بزاف ايوا اللهم داك الميداليه اللي جاب لنا البطل سفيان البقالي تنحييه من هذا المنبر.
البر. حنا دابا ولينا كنعرفوا كنشوفوا بان الرياضه ديال الالعاب القوى ما بقاش تقاردت غادي ما بقاش ديك ما نقاردت نقاردت كان القروج كان القروج ايامات القروج وايامات نوال وسعيد عويطه ونزابيدوان راه كانت فاش الغلغوله كما تيقولوا الرباطيين الغلغوله راه كنتي تعيش لحظات جميله فاش يسالي وتتعيش فرحه لا مثل لا خيال ليا وخلاص فاش يجري القتال ديال هشام القروج صافي تيخلي الايتوبيين والاوروبيين تيخلي ما يبقى قلو ولكن انا عاود بالله ما قلت انا طلبت امنيه وتحققت لي باقي صغير انا في الحومه ديالنا وقلت يا ربي بغيت نشوف القروج بقى داك الحلم تتحقق لي ومشيت الرباط ومريح تبان ديال السي هشام خارج وبقيت تنشوف فيه وقلت تبارك الله ما شاء الله وبها زدت شجعت وجريت وهذا هو باش السبب باش فزت على شي عدائين ومشيت مع اختي العزيزه اللي هي حسنه بن حسي صديقه محسن الشابي ديالي مشيت لإفران انا داتني مشينا لإفران داتني مشينا وترينينا تماك وصلنا لالتيتيد وصدت القاص وصدت الدعم اللي بغيت وجيت عطيت الشيء الكثير فزت على عدائين في المستوى الكبير في المنتخب افارقه جريت نص ماراطون ما حقش عليا نجري انا باقي كادي جونيور كادي جريته وما قال لي المدرب ديالي ما جريش باقي صغير جريته دوزته في ساعه 12 دقيقه شحال في من شحال من كيلومتر في 21 كيلومتر السومي ماراطون وهذا هو اللي كاين الظروف ديالك دابا الظروف ديالي اللي تحكم عليا خلاتني ما نكملش المسيره ديالي ودابا فاش تتبغي تريني ولا هادي خاصك ديما تكون للسيفي حدين لما كانش الامكانيات والدعم والتشجيع هذاك بلا ما نقولوا التشجيع عطيني انا الامكانيات وداك الشيء نقدر هذا هو المشكل اللي كاين ان الرياضي لما لقاش الدعم لما لقاش المسانده لما لقاش بزاف ديال الحوايج راه ما يمكنش ليه انه يعطي ما يوصل كاين اللي تيعطي ربي الله موهبه ولكن ما تيوصلش علاش ما كاينش احفيزه ما كاينش تحفيز ما كاينش ما كي غايدير هاد البطل تيوصل كيدير خاص توفر له الحاجه اللي عطيتيها تعطيك نسيتيها تنساك وهذا هو الواقع وانت دابا باش كطالب السي عبد السلام شنو بغيتي انت وتنطالب انا نرجع نتريني انا عيطوني كورتي خويا عطوني ما حال عبيت عبيت فين نعيش وناكل ونشرب ونجرلم انا دوك الارانب انا نجرلم اللي كان نمشي اللي على قدي نمشي على قدو مسابقات اللي شاركتي فيهم اصلا شنو المسابقات اللي شاركتي في التراب العدو الريفي ولا في الحلابه البيس جوج اللي ربحتي انت ولا في الالعاب القوى ولا في الشانطي في حي النهضه لعبت مع الكادي كملت مع الجونيور دخلت بروميير هذه بطولة المغرب فوالا منظموا الحاج ظافير الله يرحمه وجريت مش لا سباقات جريت دخلت فيهم مرتبة زوينة وجريت 3000 ستيبل في بورغون كنت غادي مزيان لا جيت نقول لكم الظروف اللي بعد المسؤولين الله يسمح لهم خليهم مسؤولين لا جيت قصة طويلة جريت في الرباط وتقالوا علي رجلي طاحت في البركة المائية طاحت في 3000 ستيبل ودخلت وكملت السباق ودخلت طروازيام ومن كنت عايط مشيت درت واحد الطيس ديال البارا باش نمشي للبارا الصراحة قال لي المدرب ديالي اللي هو السي قسوار سعيد قال لي غادي سير البارا لا غادي قال لي سير البارا وانا شنتمنى المنتخب تنحلم من المنتخب على انا عندي الدم في المنتخب وقالش نموت انا تنموت على المنتخب كي نسى ورجال كنت باغي نمشي للمنتخب وتنتمنى نجري في اوروبا ونربح ميداليات نحقق الحلم ديالي ولكن اش غنقول بالظروف
والرياضي ديما تيبقى رياضي كبير وديما تيبقى شاروف وتيبقى تيبقى لي بصمه كي تعرف كي ما تعرفش. شنو الرسالة ديالك كتبغي توجهها بسلام للناس اللي الدراري الصغار اللي طالعين في غادي في هاد الرياضة وغادي في هاد الموهبة، شنو الميساج اللي كتبغي توصل لهم؟ والميساج ديال نقول لهم هما عليكم بالسبور، السبور والفوتبول، السبور والفوتبول والسباحة، حيت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم علموا ولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، لأن راه هي اللي تتنفع في الأخير، فالعقل السليم في الجسم السليم. وانا ما كنشوف المنتخب تيلعب الوطني ودير تنفرح وشو الموجز اللي حقوا لينا في قطر راه شي حاجه خياليه، راه ما كانش يصور البال. و وصول كانت عندك ديك الرغبه سي عبد السلام انك تحقق حتى شي ميداليه للبلاد لا داك الشيء تاع هذاك الشيء اخويا هذاك الشيء اخويا هذاك الشيء باش كنت نحلم انا هذاك الشيء باش كنحلم حتى الرايه والميداليه هذاك الشيء باش كنحلم اخويا الله على الجهاد النشيد الوطني كيتعزف هذاك الشيء اللي كنت تنحلم داك الحلم ديالك كيفاش كان كيراودك كنحلم هذاك الحلم وقلت تنحلم تنقول يا ربي انا بغيت نولي كيما بحال سي هشام نولي بحال هشام القروج كما تيفرجنا وتيحمسنا وتيشجعنا قلت انا بغيت نتمنى نكون بحاله لانه مره خدا جوج ديال الميداليات وحده في 5000 وحده في 1500 سفيان لا قال هشام قروج وراه باقي عنده الركور راه قال لك هي الرايه الميداليه تبقى مغربيه والرقم يبقى مغربي هي ديما تحطم الرقم يبقى مغربي غادي يجي ان شاء الله مع وغنشوف واش سفيان واش واللي كان مخدم ووجد راه قول لي غادي لان القروج راه لحقوا لواحد البلاصه خياليه راه ما رقم راه غبر وماشي والله المعين وتنطلب رجعنا نتريني كيما كنت دابا اكيد غادي تشوف مثلا البطاله العالميه حسن بن حسي وغتشوفك رابع حسن لي الشرف غتشوفك ابتسام حسن لي الشرف الميساج اللي كتبغي توجه ليهم اخويا عبد السلام هاد الاصدقاء ديالك وكما قلتي دوزت معاهم وقيت وتنقول لهم دوزت معاهم اش كتبغي توصل لهم الرساله اللي كتبغي توصل وتنقول لهم انا راه اخوكم عزيز عليكم وديك الايامات اللي دازت راه ما بقايش نتمنى بحالها ما بقايش نشوف ودابا تنطالب انا بغيتها شي باغي نرجع نتريني ولا شي خدمه ولا ندرب الوليدات ولا المهم حنوا على خوكم راه ما راه باقي الحمد لله قال كيما الحاجه كيما تعطيها تعطيك وراه ربي كبير والرايه المغربيه راه في الدم وخوكم راه موهبه عطالي سيدي ربي ورانا خوكم سبورتيف ماشي تقول الدم ديالي سبورتيف لما ترينيش وما تحركتش تنمرض ولا وتن تشجيعات راه ماشي اللي تمشجع راه يشجع راسه والانسان تكون قوي ويكون العزيمه تكون العزيمه قويه ويكون قوي ويكون هو باغي هذيك الهدف هو باغي هذيك الحاجه اللي المهنه تكون عزيزه عليه ماشي يكون كارهها ولا شي حاجه. دابا اش كدير عبد السلام دابا حاليا شنو الخدمه ديالك شنو كدير؟ ودابا الخدمه ديالي عندي الوالدين شويه كبروا شويه في السن وتنخدم عليهم تندير طالب مع شكرا ريسا مره نخدم مع البناي مره من الحلم ديال انك تولي بطل الكروسه عبد السلام؟ وراه ملي ما وقعت لي شي حاجه ولا تصدمت راه الحمد لله باقي بخير لان اللي افتقدت اصدقاء وصديقات ومنهم بزاف باش تشوف بطل العالم قروج وتشوف اسم بزاف العداء وتشوف من الاسماء سفيان البقالي راه تحسن لك الشرف اخويا كان عندك حلم انك تكون بحالهم بحال سفيان البقالي بحال هشام القروج بحال بزاف عويطة ناوال متوكيل بزاف اخويا بزاف ورسالة أخيرة اخويا ورسالة نطلب انا عن ندرب شي فريقة ونبقى نتريني ونبقى شاد بصحيحتي وصحتي و